أسدل الستار على دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية في نسختها الخامسة التي أدخلت أشقاباد في تاريخ الرياضة لتصبح هذه المدينة عاصمة لهذه الألعاب. أشقاباد عاشت على إنجازات رياضية رائعة. هنا في عشقباد حطم الرياضي الإيراني سهراب مرادي رقما قياسيا في رفع الأثقال يقاوم منذ 18 عاما. بطل ريو الأولمبي لعام 2016 البالغ من العمر 29 عاما وضع رقما قياسيا إجماليا جديدا يبلغ 413 كيلوغراما في فئة 94 كيلوغراما. عملت بجد خلال السنوات الأربعة الماضية لتحطيم هذا الرقم القياسي حوالي 24 ساعة في اليوم. كنت أريد أن أقوم بهذا خلال دورة الألعاب الأولمبية بريو ولكن لم أستطع وقمت بهذا هذه السنة. الأيام الأخيرة من المنافسات في عشقباد صاحبتها موسيقى الصلصة وغيرها من ألحان الرقص الرياضي، وقدمت فرق الرقص الصينية والجنوب كوريا المعروفة بهذا الاختصاص أداء جيدا، ولكن المفاجأة صنعها الثنائي الفيتنامي ترونغ كينغ نو كين وهانوك أن فام. قبل بضعة أشهر فقط لم يكن لدى ترونغ هونغ أي فكرة عن كيفية رقص الصلصة. قبل شهرين بدأت أرقص صلصة مع أستاذي وكانت التدريبة صعبة جدا، إنه حقا أمر مذهل. أنا سعيد جدا جدا. لم يتمكنوا من التوقف عن الرقص وأخبرونا بأن ضيافة عشقباد جلبت لهم الحظ. منصة التتويج أحصت 347 ميدالية خلال هذه الطبعة الخامسة.